ابراهيم زهدي شرفوا معي انتوا اثنين لوام على السريع. شوفي لوين؟ لك شو شوفي زهدي لا تجحش انت وياه، قوموا الحكمدارية كلها جاية ومنعرف انكم مطلوبين. قوموا روحوا. يلا شرف علي. شرف شرف. أنا هلأ بروح لعن جاد باشا وبخبره كل شيء. ما بقدر روق، ضايج عم بغلي غلي. أنا لما دخلت بالقصة فكرت شغلة كيت حريم، خايف يطلع علي مسؤولية لك أخيها، والله بروح فيها. لا تاكل هم لك أخي، لا تاكل هم، بالعكس جاد باشا رح يقدر ورح يلاقيها كبيرة منك. مني؟ طيب وحني؟ هلأ على حسب الحكي اللي قالت لك يا قمر، حني ما عليها شيء، وأنا متأكد أنه جاد باشا رح يبريها. أمير علي رسلان، شفت لي عامر شيء؟ مو شيتو هاي؟ ايه جوا هو أخوك هاشم. شو في؟ رح يبريها عمورة. بدي اياك تروح هلأ لعن جاد باشا. شو هالحكي يا عمي؟ مثل ما قلت لك يا باشا، انت متأكد انه سليم وعزمي إلهم صلة بتزوير القروش؟ متأكد يا باشا. وأمر هلا مع هاشم؟ مع هاشم مزبوط. روح خبر حازم وفارس يقابلوني بالحكم دارية فورا. حاضر فورا يا باشا. والله وقعتوا يا بكوات، وقعتوا. ايه ايه رايك؟ انت متوصي بصاحبك قوي. هي دي الاصول، انت كده هتعلقه من سنانه. كفايه عليه لحد كده. اه والله كفايه عليه. كفايه عليه ولا نزود له حاجه تانية؟ حط له تخبر مع المكتب التجاري الانجليزي. طول عمرك فاهمني. ليك هم الحوشة جوا.